أهلا بكم. هذا فرائع سجل اليوم سعيد بن رحمة على طريقة رياض محرز من مخالفة مباشرة في مباراة ودية مع فريق ويست هام يونايتد في إطار تحضير لدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق 9 أوت المقبل. شاهدوا هذه المخالفة الرائعة لتذكروا فيما يخص محترفين الجزائريين. تنتظر رياض محرز أول مباراة رسمية أو ودية في هذا الموسم. يتعلق الأمر بمباراة السيتي ليفربول يوم 30 جويلية الجاري في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية بين السيتي وليفربول. شاهدوا هدف بن رحمة، ما تنساوش تعليقاتكم وشكرا لكم.